اهلا بيكم. الفيديو ده للناس اللي بتحب الادوات المكتبيه الجميله زيي. اتمنى يعجب الحاجات. لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا، اعملوا لايك للفيديو بليز، واعملوا له شير، ويلا بينا. شوفي ايه، انا بدخل عند الادوات المكتبيه وبحس ان انا زي الاطفال، بحبها جدا وبحب اشكالها الجميله لاني بستخدمها باستمرار، خصوصا المجموعه اللي هوريها لكم النهارده. اول حاجه مكتوب عليها gift envelopes، اظرف للهدايا. انا بستخدمها لو مع اي هديه بوديها لحد، بكتب ملاحظه لطيفه جوه الظرف. حلوه قوي، نكتب في دي رساله لطيفه نسيبها لصحابنا، لحد تعبان، لحد يومه سيء نرفع بيه معنوياته. انا بحب الحاجات دي جميله جدا بين الناس. مش كل حاجه تبقى عن طريق الواتساب، مش كل حاجه تبقى الكترونيه. انا بحب النوع ده من التواصل مع الناس. في شكلين، الشكل ده وحقيقي بتفرح من تجربتي مع اصحابي مع اهلي، الحاجات دي بتفرح جدا مع اولادي. في الشكل ده هما مجموعة طبعا كلهم زي بعض، هرتبهم بعدين عشان ما نطولش الفيديو. الحاجة التانية هو الورق ده، انا طبعا ما استنيتش، بدأت واستخدمت على طول. دي ورقة بتكتبي فيها الملاحظات، بتكتبي فيها اي حاجة عايزة تعمليها، بتكتبي فيها اي حاجة عايزة تحتفظي بيها. شوف الجمال، روعة. احيانا بسمع حكمة او كلمة عجبتني بكتبها وبقطع الورقة وبحطها على التلاجة، بحطها في كتاب. احيانا بستخدم دول بوك مارك عشان اعرف انا وقفت فين في الكتاب، موضوع ايه اللي عايزة اقرأ تاني، موضوع ايه اللي ما كملتوش. منها اشكال كتير، هي بتيجي مع القلم بتاعها. في الشكل ده، دول تيوليبس. وفي الشكل ده، ورود وفراشات. على فكرة دي فكرة هدية رائعة، محدش بديله حاجة زي دي إلا ويبقى طاير بيها من السعادة. في مجموعة التيبس دول، ودول استخداماتهم ملهاش حصر. هو عبارة عن تيب سوليتيب بس مطبوع. ببساطة لو اي حاجة مش عاجبنا شكلها بنلفها بالتيب ده وبتغير شكلها تماما. اي علبة، اي ازازة، اي بوكس صغير، الاقلام، اقلام الولاد بتاعة المدرسة، الاقلام بتاعتنا، لما بنلفها حوالين القلم كله بتدي منظر جديد تماما. البراويز، براويز الصور ممكن نغلفها ونغير شكلها من اول وجديد، موجود بكل يعني بمقاسات مختلفة. يعني ده عريض وفي الاعرض منه كمان، ده رفيع، الحاجات دي رفيعة خالص. ده وسط. بعدين في المجموعة دي، هي عبارة عن نوتة صغيرة، النقشة اللي جوه تشبه النقشة اللي برا. ورقة اتقطعت، حلوة قوي بالكتابات اللي عليها. انا بحب الحاجات اللي هي الانسبايرنج، لطيفة جدا. دي ما بتفرقش شنطتي، وانا بنصح اي حد ما يخرجش الا ومعاه نوتة وقلم. دايما الافكار بتيجي، لما ما بنسجلهاش بتضيع، لما بنسجلها وبنرجع لها تاني بنقدر نستفيد منها.
ده أول شكل. ده تاني شكل في اللي هو الماجنت الصغير ده، بيساعدها تتقفل. ده شكل البالون، كل صفحات مطبوعة مرسومة نفس الرسمة. في شكل طاووس، أنا بحب شكل طاووس قوي، بحسه غني جدا بالألوان. دي بنتي طبعا سابت بصمتها. يعني حتى الجلد من جوه مطبوع. الشكل ده اخر واحدة. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، بتمنى يكون عجبتكم الحاجات، بتمنى تكون ادتكم فكرة. انا بحب جدا التواصل بين الناس بالحاجات التقليدية، ودي من اجمل الادوات. لايك للفيديو اذا عجبكم، شير اذا عجبكم، سبسكرايب للقناة علشان الفيديوهات الجاية، واشوفكم مرة تانية. باي باي.